مخرجين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. بیشتری به خاطر یه باره همون سنسه باره همون سنسه باره همون تحت خط همون علامت سنسه باره همون علامت مورد این علامتی که بسید دلالت علا ماضع سجود اما کلمت وجود سجود فقط ماضع تحت خط اون کلمه ای که واجبه که سجده بشه این تحت خطه یه خط داره علامه یه سی و هفته آره میخونید بس سجده بکنید دیگه اونجا تحت خطه یعنی آیه سی و هفته مسئول مبارکه فصلت سجده واجب عنید من اینکه عوض شده بشه مدیریت نشد دیگه نه خوب دیگه اینجا من بگید استاد من که ایزا بیدارم نه درست میگم آقا سبا کار داریم دومی مستقب صدق الله العلی و العظیم عزیز و رسول و نبی و نبی و کریم نحمد الله ابن الشهید و الشهید نبید رب العالمین اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر